لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا بداية تنفيذ الخطة بتاعت اغتيال البيج موم داخل حفلة الزفاف، وشفنا ماضي البيج موم واللي وصلها لحد هنا والماضي المأساوي بتاعها مع العمالقة، وشفنا فشل الخطة اللي حطها لوفي والباقيين عشان يختالوا البيج موم، وكمان خطة الهرب بتاعتهم كمان فشلت. وشفنا في النهاية ان البيج موم هي وابنائها قدروا انهم يحاصروا طاقم قبعة القش وكمان بيجي وكمان سيزر كلاون وكمان عائلة الجيرما. لكن يا ترى هو ايه مصير لوفي وكل الموجودين بعد ما تمت محاصرتهم من كل مكان؟ ويا ترى هل فعلا هيقدروا انهم يهربوا ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد فشل الخطة اللي حطها بيجي عشان يهربوا من المكان، تمت محاصرة لوفي والجيرما وكمان بيجي وكل اللي معاه من ابناء البيج موم. كل الموجودين افتكروا ان خلاص هي ديت النهاية وان خلاص كل حاجة انتهت، لكن فجأة بتحصل معجزة بتغير كل حاجة. واحد من الصناديق اللي كانت جاية هدية للبيج موم في حفلة الزفاف بيقع من فوق قصر الكعكة الكاملة وبينفجر. الانفجار بيكون قوي جدا وبيدمر قصر الكعكة الكاملة من تحت وبيخلي كل القصر يقع وينهار نهائيا. كل الموجودين بيبدأوا انهم يقعوا من فوق القصر، ولوفي واللي معاه بيقدروا انهم يتحرروا من قبضة البيج موم، وبيجي بيفرح جدا لان كده خطة الهرب بتاعتهم هتنجح 100%. لكن هو ازاي اصلا صندوق من صناديق الهدايا اللي كانت جاية للبيج موم تنفجر بالطريقة ديت؟ بيتضح ان الصندوق دوت كان بعته الملك نبتون للبيج موم ايام ما كان لوفي موجود في جزيرة البرمائيين، لكن ما كانش قصده ان هو يبعت لها صندوق فيه متفجرات، الصندوق اتبعت لها بالغلط. المهم كل الموجودين بيبداوا انهم يقعوا من فوق القصر، ابناء البيج مام هيقعوا من فوق القصر وهيتصابوا اصابات خطيره بسبب ارتفاع القصر الكبير عن الارض. لكن قبل ما بيقعوا ابناء البيج مام من فوق القصر بيتدخل رئيس الطباخين الطباخ ستروسين وبيستخدم فكه الشيطان بتاعته وبيحول قصر الكعكه الكامله الى كعكه حقيقيه. كل الموجودين بيقعوا من فوق القصر لكن ما بيحصلهمش اي حاجه ولا بيتاذوا باي اذى، وده طبعا بسبب ان الكعكه اللي عملها ستروسين هي اللي تلقت الصدمه. لكن برغم ان ستروسين قدر انه ينقذ البيج مام وابنائها وكمان قدر انه ينقذ جزيره الكعكه الكامله انها تتدمر بسبب القصر، الا ان هو ما قدرش انه ينقذ نفسه واتصاب باصابات خطيره. وطبعا وسط كل اللي حصل دوت قدر لوفي وبيجي وكمان سيزر كلاون انهم يهربوا من المكان ويبعدوا بعيد قصر الكعكه الكامله. بيجي بيبدا ان هو يتكلم وبيقول لكل الموجودين ان رغم ان هم قدروا انهم يخرجوا بره قصر الكعكه الكامله الا انهم لسه موجودين داخل نطاق البيج موم، علشان كده هم هيتفرقوا في المكان دوت وكل واحد منهم هيروح يركب السفينه بتاعته ويهرب من جزيره الكعكه الكامله نهائيا ويهرب بره نطاق البيج موم. وفعلا بيتفرقوا كلهم وكل واحد بيروح من طريق عشان يركب السفينه بتاعته ويخرج بره نطاق البيج موم. وفي نفس الوقت عند البيج موم، البيج موم بتكون خرجت عن السيطره، ودوت طبعا بسبب انها افتكرت ان لوفي دمر كعكه حفل الزفاف واللي كانت هتموت وتاكلها. البيج موم دخلت في نوبه الغضب بتاعتها وبدات تدمر كل حاجه حواليها وهي عماله تقول ان حد يجيب لها كعكه الزفاف بتاعتها. ابناء البيج موم بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، علشان يقدروا انهم يخرجوا البيج موم بره نوبة الغضب بتاعتها لازم يدوها كعكة زفاف فعلا زي ما هي عايزة. لكن هم ازاي هيصنعوا لها اصلا كعكة زي اللي كانت موجودة في حفلة الزفاف والطباخ ستروسن اللي صنع الكعكة متصاب دلوقتي؟ لكن بيروس بيقول لكل اخواته ان هو عنده خطة يقدر يبعد بيها البيج مام بعد المكان وما يخلاش تدمر اي حاجة، وكمان يقدروا بيها انهم يقبضوا على طقم قبعة القش. بيروس بيقف قدام البيج مام وبيقول لها ان كعكة الزفاف اللي انت بتدوري عليها موجودة دلوقتي مع طقم قبعة القش، وان طقم قبعة القش هو اللي سرق الكعكة وبيهرب بره الجزيرة. البيج مام بتتعصب على الاخر اول ما بتسمع كلام بيروس وبتصدق كل كلامه وبتركب على السحابة بتاعتها وبتجري بسرعة كبيرة عشان تلحق لوفي والباقيين وتاخد الكعكة منهم. بيروس بيتكلم مع اخواته وبيقول لهم ان كده البيج مام هتقتل لوفي والباقيين عشان تاخد منهم الكعكة، لكن هترجع وتقتله هو كمان لان هو كذب عليها والكعكة اصلا مش موجودة. لكن في الوقت دوت بتظهر بودنج وبتقول لكل اخواتها ان
في شخص يقدر يصنع كعكة زي كعكة حفل الزفاف غير الطباخ ستروسن، والشخص دوت او الشخصية ديت هي شيفون، واللي هي اصلا مراد بيجي. وبيتضح ان شيفون ديت هي بنت البيج موم، لكن البيج موم بتكرهها جدا لانها الاخت التوأم للولا. وطبعا زي ما احنا عارفين لولا ديت هي البنت اللي قابلتها نامي في جزيرة السيلر بارك، واللي ادت لنامي ورقة الفيفر كارد زي ما شفنا في الاول. والبيج موم بتكره لولا كره كبير جدا لان لولا هربت من الجزيرة عشان تتجوز الشخص اللي بتحبه، ومرضتش تتجوز جواز سياسي زي ما البيج موم بتعمل مع كل اولادها. بودينج بتكمل كلامها مع اخواتها وبتقول لهم انها تاخد شيفون وتروح لجزيرة الشوكولاتة عشان تصنع الكعكة اللي البيج موم عايزاها، وان اول ما البيج موم تخلص على لوفي وكل طاقم قبعة القش هتدي للبيج موم الكعكة ديت وتخليها تاكلها عشان ترجع لطبيعتها. ابناء البيج موم بيوافقوا على خطة بودينج، وبيقول البودينج ان هي عبال ما تصنع الكعكة هم كمان هيساعدوا البيج موم في عملية قتل لوفي والتخلص منه. ومن الناحية التانية بيكون اخوات سانجي قدروا انهم يرجعوا للسفن بتاعتهم، سفن الجرمة، لكنهم بيتفاجئوا ما بيلاقوا ان احد جيوش البيج موم استولى على كل السفن. اخوات سانجي على طول بيبداوا انهم يتقاتلوا مع جيش البيج موم بكل قوتهم علشان يرجعوا السفن بتاعتهم مرة تانية. وفي نفس الوقت بيكون لوفي والباين بيتحركوا علشان يرجعوا مرة تانية للسفينة، لكنهم وهم ماشيين بيقابلوا الشجرة العملاقة مرة تانية. الشجرة العملاقة بتساعدهم مرة تانية وبيركبوا كلهم على ظهرها وبيبداوا انهم يتحركوا عشان يوصلوا للسفينة، لكن فجأة بتظهر من وراهم البيج موم. البيج موم بتتكلم مع لوفي واعضاء الطاقم وبتقول لهم هو انتم رايحين على فين؟ هو فين الكعكة بتاعتي؟ لوفي واللي معاه بيتصدموا صدمة كبيرة، بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، لكن البيج موم مش هتسمي عليهم، بتستخدم السيف بتاعها وبتهاجمهم بهجوم مميت. الهجوم بيكون قوي جدا وبيدمر جزء كبير جدا من الشجرة العملاقة، لكن رغم كده الشجرة العملاقة بتفضل مكملة وبتفضل تجري بكل سرعتها عشان تهرب من المكان. نامي بتستخدم كور الرعد بتاعتها عشان تهاجم بيها البيج موم، لكن بتتفاجئ نامي ما بتلاقي ان السحابة اللي اسمها زوس واللي شايلة البيج موم بتاكل كور الرعد بتاعتها. زوس بيفضل يتحرك ورا نامي وياكل كور الرعد بتاعتها لحد ما بيوقع البيج موم من فوق ظهره، ودوت بس عشان ياكل كور الرعد. نامي بتعرف ان زوس بيحب كور الرعد، عشان كده بتبدا انها تروض زوس وتحاول انها تسيطر عليه باستخدام كور الرعد بتاعتها. البيج موم بترجع تقف مره تانيه على رجليها وبتستخدم الشمس بتاعتها وبتحولها لشمس عملاقه. الشمس العملاقه بتحرق المكان كله عشان تخلص على لوفي واللي معاه، لكن لوفي واعضاء الطاقم بيقدروا ان هم ينجوا، والشجره العملاقه بس هي اللي بتتاذى وبتموت. لوفي واللي معاه بيتصدموا لان الشجره العملاقه ماتت واتحرقت، لكنهم بيرجعوا يكملوا طريقهم مره تانيه ويهربوا من البيج موم لانهم ما قدامهمش حل غير كده. البيج موم بتفضل تجري وراهم بسرعه كبيره وبتفضل تهاجمهم بهجمات قويه عشان تخلص عليهم، لكن في الوقت دوت بتكون نامي قدرت انها تسيطر على زوس، وبتستخدم زوس عشان تهاجم البيج موم وتخلص عليها. نامي باستخدام زوس بتنزل على البيج موم بصاعقة كهربائية قوية جدا، صاعقة كهربائية قوية جدا لم يسبق لها اي مثيل، لكن برغم قوة الضربة القوية ديت الا ان البيج موم ما تأثرتش حتى لو بذرة واحدة من الضربة ومحصلهاش اي حاجة. لوفي واعضاء الطاقم اتصدموا من قوة البيج موم وبدأوا انهم يجروا بشكل اسرع عشان يوصلوا للسفينة ويهربوا من المكان قبل ما البيج موم تخلص عليهم. وفي نفس الوقت بتكون بودينج قدرت انها توصل لبيجي، وبدأت انها تتكلم مع اختها شيفون وتشرح لها كل حاجة. بودينج بتقول للشيفون ان البيج موم دخلت في نوبة غضب ولازم انهم يصنعوا لها كعكة زي اللي كانت موجودة في حفلة الزفاف علشان يخلوها ترجع لطبيعتها. شيفون بتستغرب لان بودينج بتطلب منها حاجة زي كده، وبترفض انها تساعد بودينج لانها بتكره البيج موم والبيج موم كمان بتكرهها، لكن بودينج بتقول للشيفون انها مش بتعمل كل دوت عشان البيج موم، وانها بتعمل كل دوت بس عشان تساعد طاقم قبعة القش لان البيج موم بتجري وراهم وفاكره ان الكعكه معاهم. وبيتضح فعلا ان بودينج عايزه تعمل كل دوت بس عشان طقم قبعه القش، لانها بدات انها تحب سانج ومش عايزه سانج يتاذى باي اذى. شيفون بعد ما عرفت ان بودينج عايزه تساعد طقم قبعه القش ودعت بيجي وقالت له انها ترجع له مره تانيه، وانضمت لبودينج في صنع الكعكه للبيج موم. ومن الناحيه التانيه بيكون بروك وتشوبر وصلوا للسفينه بتاعت الطاقم، وبيتضح انهم كانوا بيستخدموا الغواصة اللي كانت مع بروك عشان يوصلوا للسفينة قبل لوفي والباقيين. بروك وتشوبر بيستعدوا عشان يركبوا السفينة، لكن بيلاقوا ان كاتاكورو وكمان بيروس وعدد كبير جدا من ابناء البيج موم موجودين كلهم على سفينة الطاقم. بروك وتشوبر بيعرفوا ان السفينة تم الاستيلاء عليها من ابناء البيج موم،
لكنهم مش بيستسلموا وبينزلوا على أرضية السفينة وبيستعدوا عشان يهاجموا أبناء البيج موم. إيد شوبر وبروك بيستخدموا أقوى هجمات عندهم وأقوى تقنيات عندهم علشان يخلصوا على كل جنود البيج موم ويستردوا السفينة منهم. لكن برغم هجمات شوبر وهجمات بروك القوية إلا إن بروس بيقدر إنه يثبتهم على الأرض بكل سهولة باستخدام الحلوى وبيحولهم لتماثيل من الحلوى. بروس بيضحك وبيقول إن هو كده قدر إنه يخلص على 2 من أعضاء الطاقم، وأول ما يوصل أعضاء الطاقم التانيين للسفينة هخلص عليهم أنا وكاتاكوري. وفي نفس الوقت عند لوفي وبقيت أعضاء الطاقم اللي لسه بيهربوا من البيج موم بتوصل عندهم بودنج وبتبدأ إنها تتكلم معاهم. بودنج بتشرح الخطة بتاعتها لأعضاء الطاقم وبتقول لهم إنها عايزة تصنع كعكة زي اللي كانت موجودة في حفلة الزفاف عشان تديها للبيج موم وتخليها تبعد عنهم ويقدروا إن هم يهربوا بسلام من الجزيرة. لكن عشان تقدر إنها تصنع الكعكة ديت محتاجة مساعدة سانج، لأن سانج هو وشيفون هم الوحيدين اللي قادرين انهم يصنعوا كعكة زي ديت. اعضاء الطاقم بتعجبهم خطة بودينج وسانجي بيوافق ان هو يساعد بودينج وبينضم ليها هي وشيفون، وبيتوجهوا هم التلاتة لجزيرة الشوكولاتة عشان يبدأوا في صنع الكعكة. لوفي وبقيت اعضاء الطاقم بيفضلوا يجروا من البيج موم لحد ما بيوصلوا عند السفينة بتاعتهم، لكن بيلاقوا ان بروس واقف قدامهم وبيستخدم الحلوى بتاعته وبيعمل حاجز قدامهم. لكن لوفي بيستخدم ضربة الريد هوك وبيدمر الحاجز وبيكمل في هجومه وبيهاجم كاتاكوري اللي موجود على السفينة هو كمان. لكن كاتاكوري بكل سهولة بيقدر انه يتصدى ضربة لوفي، ولوفي بيحاول ان هو يزود الهجوم بتاعه ويهاجم كاتاكوري من كل مكان. لكن كاتاكوري برضك بكل سهولة بيقدر انه يتفادى كل ضربات لوفي، ولوفي بيستغرب لان كاتاكوري بيتفادى كل ضرباته. نامي بتتكلم مع جيمبي وبتقول له ان هو يتولى قيادة السفينة عقبال ما هي تنزل تحت وتشحن المحركات بتاعة السفينة عشان تخلي السفينة تتحرك بسرعة. وفعلا نامي وكاروت بينزلوا تحت وبيشحنوا المحركات بتاعة السفينة وبيستعدوا عشان يتحركوا من المكان. لكن بيروس بيستخدم الحلوى بتاعته وبيثبت السفينة على الارض وبيقول لهم ان مفيش اي حد هيمشي من هنا وان كلهم هيموتوا هنا. بيدرو بيتعصب جدا من اللي عمله بيروس وبيجري ناحية بيروس وبيبدأ ان هو يهاجمه، لكن بيروس بكل سهولة بيقدر انه يثبت بيدرو على الارض باستخدام الحلوى بتاعته. بيروس بيتكلم مع بيدرو وبيقول له ان خلاص هي ديت نهايتك وان خلاص حياتك انتهت وانت هتموت هنا. لكن بيدرو بيقول لبيروس ان هو لو هيموت هنا فهو مش هيموت لوحده. بيدرو بيعمل اللي ما كانش اي حد متوقعه. بيدرو بيطلع متفجراته وبيفجر نفسه وبيفجر بيروس وبيفجر المكان كله. كل الموجودين اتصدموا مش مصدقين اللي بيدرو عمله. بيدرو فجر نفسه عشان يقتل بيروس وعشان يخلي السفينة تتحرر من قبضته ويخليهم كلهم يهربوا. لوفي وكل اعضاء الطاقم بيزعلوا على موت بيدرو، لكن مش وقت زعل دلوقتي. البيج مام بتوصل عندهم وبتقول لهم هاتوا كعكة الزفاف بتاعتي. عدد كبير جدا من سفن البيج مام هو كمان بيظهر وبيبدأ ان هو يهدف القذائف على سفينة الطاقم علشان يدمرها. وكمان بيروس اللي ضحى بيدرو بنفسه عشان يقتله طلع من وسط الدخان وهو لسه عايش واتضح ان هو ما حصلوش اي حاجة. وكاتاكوري هو كمان ما فيش اي حاجة مقصرة فيه من ضربات لوفي وبيقول لكل الموجودين ان خلاص هي ديت نهاية. لكن رغم الموقف الصعب اللي موجود فيه اعضاء الطاقم الا ان بروك وتشوبر قدروا انهم يتحرروا من تماثيل الحلوى وبداوا انهم يتصدوا لكل القذائف بتاعه السفن. لوفي هو كمان بيستخدم الهاكي وبيكبر ايديه الحجم كبير جدا وبيمسك كاتاكوري وبيمنعه من الحركه وبيمسك كمان برولي اللي موجوده داخل عالم المرايه. البيج مام بتتشعلق في السفينه وبتمنعها من الحركه، لكن جيمبي بيشغل المحرك اللي نامي شحنته والسفينه بتكون خلاص هتطير من المكان. لوفي بيتكلم مع كل الموجودين وبيقول لهم ان هو دلوقتي هيدخل في معركة قوية جدا علشان كده هم يكملوا الطريق ويفضلوا ماشيين وهو هيرجع لهم بعد ما يخلص المعركة ديت. سفينة الطاقم اخيرا بتتحرك وبتطير لفوق وبتبعد بعد البيج مام وبتبعد بعد السفن بتاعتها وبتبعد من المكان نهائيا. لوفي هو كمان في اللحظة ديت بيستخدم برولي وبيدخل لعالم المراية هو وكاتاكوري وبيبعد كاتاكوري بعيد السفينة. السفينة بتاعت الطاقم بتفضل تطير في الجو لحد ما بتنزل في مكان آمن بعيد البيج مام، لكن رغم انهم نزلوا في مكان آمن الا انهم برضك لسه داخل نطاق البيج مام. جيمبي بيتكلم مع اعضاء الطاقم وبيقول لهم ان هم لازم ياخدوا حذرهم ولازم يكونوا مستعدين لان البيج مام اكيد هتيجي وراهم ومش هتسيبهم في حالهم. وفي نفس الوقت عند لوفي اللي دخل لعالم المراية هو كاتاكوري، لوفي بيتكلم مع كاتاكوري وبيقول له ان هو يستعد دلوقتي علشان هو هيوجه له ضربات تسبب له الالم. لكن كاتاكوري بيقول له لوفي انت الوحيد اللي هتتضرب هنا لان انا مش هسامحك ابدا
على اللي انت عملته. بسببك انت يا لوفي جزيرة الكعكة الكاملة بتعيش في فوضى لم تعيشها من قبل ابدا. حفلة الزفاف اتدمرت والبيج مام خرجت عن السيطرة وكل دوت بسببك انت يا لوفي. بتشكل تهديد كبير جدا على البيج مام، علشان كده انا هقتلك وهتخلص منك وهتخلص من التهديد بتاعك. لوفي بيستعد وبيهاجم كاتاكوري بسرعة كبيرة، لكن كاتاكوري بيتفادى كل ضرباته وبيرزع واحدة في وشه وبيرقده على الارض. لوفي بيقف مرة تانية على رجله وبيستخدم الجير التاني، بيزود من سرعته وبيهاجم كاتاكوري بسرعة كبيرة، لكن كاتاكوري بسرعة اكبر بيتفادى كل هجمات لوفي. لوفي عمال يهاجم بهجمات ورا هجمات وكاتاكوري عمال يتفادى كل الهجمات. كاتاكوري بيقرب من لوفي بسرعة كبيرة وبيضرب ضربة في وشه وبيرزعه على الارض، لكن لوفي مش راضي يستسلم، بيكبر ايديه الحجم كبير جدا وبيهاجم كاتاكوري، لكن كاتاكوري بيكبر ايديه الحجم اكبر من حجم ايد لوفي وبيهاجم لوفي وبيطيره بعيد. لوفي بيستغرب لان كاتاكوري قدر انه يكبر ايديه زيه، لكن بيتضح ان ديت هي قوة فكة الشيطان بتاعت كاتاكوري، وفكة الشيطان بتاعت كاتاكوري بتخلي جسم كاتاكوري عامل زي العجينة بالظبط، ويقدر انه يشكل جسمه زي ما هو عايز. لوفي بيرجع يهاجم كاتاكوري مرة تانية، بيكبر رجليه الحجم كبير جدا وبيحاول ان هو يهاجمه، لكن كاتاكوري بيتفادى هجمة لوفي وبيكبر رجليه الحجم كبير زي لوفي بالظبط وبيهاجم لوفي وبيرزعه في الارض. لوفي حرفيا مش قادر ان هو يتحرك، التعب ظهر عليه بشكل كبير ولحد دلوقتي ما قدرش ان هو يهاجم كاتاكوري باي هجمة. لوفي بيقف مرة تانية على رجله وبيحاول ان هو يهاجم كاتاكوري، لكن كاتاكوري بينزل على لوفي بوابل من الضربات. لوفي بيتلقى كل ضربات كاتاكوري وهو مش قادر حرفيا، لكنه برضك مش راضي يستسلم ومش راضي ان هو يتهزم. وفي نفس الوقت بيكون مجموعة من ابناء البيج مام بيستخدموا اسهم مشتعلة وبيحدفوها ناحية احد المرايات. لوفي بيستغرب لان ابناء البيج مام بيحدفوا اسهم مشتعلة على المراية ديت، لكن بيتضح ان المراية ديت موجودة جوا سفينة الطاقم، وكده سفينة الطاقم هتبدأ انها تشتعل بالنيران. لوفي بيتصدم وبيحاول ان هو يهاجم ابناء البيج مام دولت، لكن كاتاكوري كان ليه بالمرصاد بيمنعه ان هو يعمل اي حاجة وعمال يهاجمه بهجمات قوية. لوفي حرفيا مش قادر انه يعمل اي حاجة. السفينة بدأت انها تشتعل بالنيران، ونامي والاشخاص اللي موجودين على السفينة مش عارفين ان السفينة بتشتعل. لكن برغم الموقف الصعب اللي لوفي موجود فيه، الا ان هو بيقدر انه يتواصل مع الاشخاص اللي موجودين على السفينة وبيقول لهم على الاشتعال اللي حصل في السفينة. نامي والباقيين بيطفوا كل الحرائق اللي حصلت على السفينة، وبيكسروا كل المرايات اللي موجودة على السفينة علشان يمنعوا ابناء البيج موم انهم يهاجموا السفينة عن طريق عالم المرايات. نامي وبروك والباقيين بعد ما بينقذوا السفينة بيرجعوا يتكلموا مرة تانية مع لوفي، وبيقولوا لوفي ان هو بعد ما يخلص قتاله ضد كاتاكوري يتوجه لجزيرة الكاكاو، وديت احد جزر البيج موم واللي هيتقابلوا عليها كلهم بعد ما يدوا الكعكة للبيج موم. لوفي بيقول لاعضاء الطاقم ان هم ما يقلقوش عليه، وان هو هيخلص المعركة بتاعته في اسرع وقت وهيجيلهم على طول على جزيرة الكاكاو. لوفي بيخلص كلامه مع اعضاء الطاقم وبيرجع يقف مرة تانية على رجله علشان يهاجم كاتاكوري مرة تانية. كاتاكوري بيطلع من معاه رمح شكله غريب وبيهاجم لوفي باستخدام الرمح دوت بسرعة كبيرة، لكن لوفي بيقدر ان يتفادى الضربة بتاعته بإعجوبة. كاتاكوري بيفضل يهاجم لوفي بهجمات قوية، ولوفي بيفضل يتفادى الضربات بتاعته بإعجوبة كبيرة. لوفي بيستخدم الريد هوك وبيحاول ان هو يهاجم كاتاكوري، لكن كاتاكوري بكل سهولة بيقدر انه يتصدى للضربة بتاعته. كاتاكوري بيفضل يهاجم لوفي بهجمات وهجمات، ولوفي عمال يتلقى في هجمات ويتفادى في هجمات، وهو مش عارف يقرب من كاتاكوري ولا عارف حتى يخدشه بأي خدش. كاتاكوري بيستخدم فكة الشيطان بتاعته وبيحاول المكان كله العجين، ولوفي بيستغرب من اللي كاتاكوري عمله لان دوت نفس اللي عمله دي فلامينجو، لكن زي ما احنا عارفين هي ديت قوة ايقاظ الفاكهة، وان انت تحول كل حاجة حواليك لقوة الفاكهة بتاعتك. كاتاكوري بيحول كل حاجة العجين، وبيقدر ان هو يمسك لوفي باستخدام العجين دوت وبيضربه بضربات قوية وبيحاصر لوفي من كل مكان. لوفي حرفيا مش قادر ان هو يتحرك. كاتاكوري بيقول لوفي ان خلاص هي ديت النهاية، العجين اللي محاصرك هيفضل يخنقك لحد ما تموت. وفعلا زي ما قال كاتاكوري، لوفي فعلا بيبدأ ان هو يتخنق.
كاتاكوري بيبص في الساعة بتاعته وبيقول ان هو اخد وقت في المعركة ديت ونسي ان هو ياكل. كاتاكوري بيسيب لوفي يتخنق وبيروح عشان ياكل ومش فارق معاه اصلا ان هو في معركة. ومن الناحية التانية بيكون سانجي وبودنج وشيفون وصلوا لجزيرة الشوكولاتة وبدأوا انهم يصنعوا الكعكة للبيج مام. وفي نفس الوقت بنشوف ان بيجي هو والقراصنة بتوعه والسفينة بتاعته متوجهين لجزيرة الشوكولاتة عشان ياخدوا الكعكة اللي هيعملها سانجي والباقيين ويودوها للبيج مام. ومن الناحية التانية عند سفن الجيرما بنشوف ان اخوات سانجي قدروا انهم يرجعوا السفن بتاعتهم من ابناء البيج مام وقدروا انهم يخلصوا على كل جيش البيج مام. اخوات سانجي بيبداوا انهم يتحركوا بسفن الجيرما وبيتوجهوا للمكان الموجود فيه طاقم قبعة القش عشان يدعموا طاقم قبعة القش ويساعدوهم. وفي نفس الوقت بنشوف ان البيج مام هي وبيروس بيتحركوا بسرعة كبيرة علشان يروحوا لسفينة الطاقم ويوصلوا لطاقم قبعة القش ويخلصوا عليهم. نرجع بقى مرة تانية لعالم المراية عند كاتاكوري اللي بيكون بنى احد البيوت باستخدام فكة الشيطان بتاعته ودخل للبيت دوت عشان ياكل براحته. لكن لوفي بيكون قدر ان هو يتحرر من العجين اللي كان محاصره بعد ما اكل كل العجين. لوفي بيستعد وبيهاجم البيت اللي موجود جواه كاتاكوري وبيدمر البيت كله وبيشوف كاتاكوري على حقيقته. بيشوف كاتاكوري بشكله الغريب جدا وبقه الكبير وكاتاكوري بيتعصب جدا لان لوفي شافه على حقيقته وشاف بقه الكبير اللي هو كان مغطيه. كاتاكوري على طول بيغطي وشه وبيبص لوفي وهو متعصب جدا وبيقول له ان انت اتمديت كتير جدا يا لوفي. كاتاكوري بيهاجم لوفي بهجمه قويه جدا ولوفي مش قادر. كاتاكوري بينزل ضرب في لوفي ضرب ورا ضرب ولوفي مش قادر انه يتفادى ولا اي ضربه. لوفي خلاص هينهار. لكن في اللحظه ديت بيقدر لوفي انه يضرب كاتاكوري ضربه مباشره في وشه. اخيرا لوفي قدر انه يضرب كاتاكوري. كاتاكوري بيتعصب جدا لان لوفي ضربه وبيرجع يهاجم لوفي مره تانيه. لكن لوفي بيتحول للجير الرابع هيئه باوند مان. لوفي بيتفادى كل هجمات كاتاكوري اللي كانت متوجهه ناحيته وبعدها بينطلق ناحيه كاتاكوري بسرعه كبيره وبيضرب كاتاكوري ضربه قويه جدا وبيطيره بعيد. لوفي بيفضل يهاجم كاتاكوري بهجمات قويه وكاتاكوري عمال يتلقى الهجمات بتاعه لوفي وهو مش قادر ان هو يتفاداها زي ما كان بيعمل في الاول. لوفي بيتكلم مع كاتاكوري وبيقول له انا عرفت ازاي قوتك بتشتغل وازاي انت كنت بتقدر ان انت تتفادى الضربات بتاعتي. وبيتضح ان من بدايه المعركه بين كاتاكوري ولوفي كاتاكوري كان بيستخدم هاك التنبؤ ويتنبأ بحركات لوفي ويغير شكل جسمه على حسب الضربه اللي جايه له ويتفادى ضربه لوفي بكل سهوله. كاتاكوري بيبدا ان هو يتكلم مع لوفي وبيقول له انت الوحيد اللي قدرت تعرف سر قوتي وتعرف هو ازاي قوتي بتشتغل. لكن برغم ان انت عرفت سر قوتي يا لوفي الا ان مش هو دوت السبب اللي خلاك تضربني الضرب اللي من شويه دوت. الضرب اللي انت ضربتوني من شويه دوت ضربتوني عشان انا ما توقعتش هجماتك وما كنتش بستخدم هاك التنبؤ. والسبب اللي خلاني ما استخدمش هاك التنبؤ من شويه هو ان انا كنت متعصب جدا ولازم عشان تستخدم هاك التنبؤ لازم تكون عندك هدوء اعصاب. كاتاكوري بيكمل كلامه مع لوفي وبيقول له ان هو دلوقتي رجع لهدوء اعصابه وهيخلص عليه في المكان دوت. لوفي بيحاول ان هو يهاجم كاتاكوري لكن بيلاقي ان كاتاكوري بيتفادى كل هجماته زي ما كان بيعمل في الاول. كاتاكوري بيهاجم لوفي بهجمه قويه جدا وبيطيره بعيد لكن بردك لوفي مش راضي يتهزم ومش عايز يستسلم. لوفي بيحاول ان هو يستخدم كل قوته عشان يهاجم كاتاكوري زي ما كان بيهاجمه من شويه لكن للاسف لوفي بيرجع لطبيعته من هيئه الجير الرابع. وبما ان لوفي رجع لطبيعته من هيئه الجير الرابع فمحتاج دلوقتي 10 دقائق كاملين عشان يرجع يستخدم الهاكي مره تانيه. لوفي بيفضل يجري في المكان بسرعه كبيره وهو عمال يتفادى ضربات كاتاكوري لان لو كاتاكوري هاجمه بهجمه واحده بس فاكيد هيموت لان جسمه دلوقتي ضعيف. لوفي بيفضل يجري من هجمات كاتاكوري لحد ما بيقابل برولي في وشه. لوفي على طول بتجيله فكره وبيمسك برولي وبيستخدمها وبيدخل لاحد المرايات وبيهرب من عالم المرايه. كاتاكوري بيتعصب جدا وبيفتكر ان لوفي هرب منه وخلاص استسلم لكن بيتضح ان لوفي اصلا هرب من عالم المرايه علشان يرتاح شويه وبعد كده هيرجع تاني. ومن الناحيه التانيه داخل جزيره الشوكولاته بنشوف ان سانجي والباقيين قدروا انهم يخلصوا الكعكه بتاعه البيج مام وجاهزين دلوقتي عشان يتحركوا بالكعكه ناحيه البيج مام. بيبداوا فعلا انهم يتحركوا بالكعكه عشان يخرجوا بره جزيره الشوكولاته لكن بيوصل للمكان اوفين احد ابناء البيج مام واللي جه للمكان عشان يطمن على الكعكه. اوفين فعلا بيطمن على الكعكه لكن اول ما بيشوف شيفون
بيضربها وبيقولها ان انت خاينة وان جوزك خاين وان انا هقتلك هنا وهخلص عليكي. بودينج بتتصدم وبتكون عايزة تحمي شيفون لكن خايفة انها تكشف نفسها قدام اخواتها ويعرفوا انها خاينة وانها بتساعد اعضاء طاقم قبعة القش. سانجي هو كمان متخفي ومش عايز يكشف نفسه قدام كل الموجودين لان مفيش اي حد من الموجودين يعرف ان سانجي اصلا موجود على الجزيرة. سانجي وبودينج بيكونوا مش عارفين ازاي ينقذوا شيفون من تحت ايد اوفين لكن فجأة بيظهر الراجل اللي شفناه في الاول زارع نفسه في الارض وهو بيقول لأوفين ان هو يبعد ايديه بعيد بنته لكن اوفين بكل سهولة بيقدر انه يضرب الراجل اللي كان زارع راسه في الارض وهو بيخليه يغمى عليه وبيتضح ان الراجل اللي زارع نفسه في الارض دوت هو اسمه باوند وبيتضح كمان ان الشيفون ديت هي بنته التانية. لكن برغم كده الا ان الشيفون اصلا ما تعرفش ان هو دوت ابوها واول مرة تشوفه في حياتها. اوفين بيهاجم الشيفون مرة تانية وبيستعد عشان يخلص عليها لكن في الوقت دوت بتوصل سفينة بيجي لحدود جزيرة الشوكولاتة. اوفين بيفرح جدا اول ما بيعرف ان بيجي وصل على حدود جزيرة الشوكولاتة وبيتكلم في مكبرات الصوت وبيقول للبيجي ان هو دلوقتي هيقتل مراته وهيخلص عليها. بيجي بيتعصب جدا من كلام اوفين وبيطلع المسدس بتاعه وبيطلق احد الطلقات ناحية اوفين والطلقة فعلا بتروح ناحية اوفين وبتفجر في وشه. اوفين بيقع على الارض من ضربة بيجي وبيجي بيقول له ابعد ايدك عن مراتي لو متحاولش ان انت تمسها باي اذى. بيجي بيتحرك بالسفينة بتاعته وبيدخل بيها لجوه جزيرة الشوكولاتة وبيحولها لدبابة وبيبدأ ان هو يتحرك بيها في الجزيرة ويدمر اي حاجة تيجي في طريقه. اوفين بيحاول ان هو يوقف السفينة بتاعت بيجي لكن بيجي بيدوس عليه. بيجي بيقدر ان هو ينقذ مراته وبعدها بيتكلم وبيقول لسانجي وبودينج ان هما يجيبوا الكعكة ويحطوها فورا على السفينة. سانجي وبودينج فعلا بيحطوا الكعكة اللي عملوها على السفينة وبعدها بترجع السفينة للبحر مرة تانية وبيبدأوا يتحركوا عشان يمشوا من المكان. اوفين بيتعصب جدا من اللي عمله بيجي وبيقول ان هو مستحيل يخلي بيجي يهرب من المكان كده بسهولة. اوفين بيستخدم قوة النيران بتاعته وبيخلي مية البحر تغلي علشان تدمر المحركات بتاعت السفينة بتاعت بيجي وفعلا محركات سفينة بيجي بتبدأ انها تتدمر وبيجي وكل الاشخاص الموجودين على السفينة بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين ازاي هيوقفوا اوفين. لكن فجأة بيظهر الراجل اللي اسمه باوند وبيهاجم اوفين وبيمنعه عن اللي هو بيعمله. اوفين بيتعصب جدا من باوند وبيهاجم باوند بهجوم قوي جدا وبيخلص على باوند وباوند بيموت. باوند ضحى بنفسه بس عشان يحمي بنته شيفون ورغم ان بنته شيفون ما تعرفش ان هو ابوها الا ان هو كان مبسوط ان هو بيضحي عشان بنته تعيش. وطبعا بسبب تضحية باوند قدر بيجي وكل الاشخاص اللي معاه على السفينة انهم يهربوا من المكان ويبعدوا بعد المكان اللي موجود فيه اوفين. سانجي بيبدأ ان هو يتكلم وبيقول لكل الموجودين ان هما دلوقتي هيتوجهوا للمكان اللي موجودة فيه البيج مام علشان يدوا للبيج مام الكعكة وينهوا الموضوع دوت. ومن الناحية التانية عند جيمبي وبقية الاشخاص التانيين اللي موجودين على سفينة الطاقم بنشوف ان تمت محاصرتهم من كل مكان. سفن البيج مام قدرت انها تحاصرهم من ورا ومن قدام وكمان البيج مام وصلت للمكان عندهم وبتستعد عشان تخلص عليهم. حرفيا جيمبي واعضاء الطاقم في موقف صعب جدا يا ترى هما يتصرفوا ازاي في الموقف دوت. ومن الناحية التانية بنشوف ان لوفي بعد ما خطف برولي ودخل لأحد الأماكن قعد في المكان دوت عشان يرتاح شوية ويرجع لقوته مرة تانية. لوفي وهو قاعد بيرتاح بيفضل يفكر في كل حاجة حصلت في المعركة ضد كاتاكوري وكمان بيفضل يفتكر كل التدريبات اللي دربها له ريلي علشان يقدر يلاقي طريقة يهزم بيها كاتاكوري. وبعد ما بيفتكر لوفي كل التدريبات اللي ريلي دربها له بيرجع مرة تانية لعالم المراية. كاتاكوري بيستغرب لأن لوفي رجع مرة تانية لعالم المراية ومهربش زي ما كان مفكر لكن لوفي بيقول ان هو رجع مرة تانية هنا علشان يهزمه. لوفي بيستعد بكل قوته وبيقول ان هو لازم يهزم كاتاكوري لان هو لو ما قدرش ان هو يهزم شخص زي دوت فازاي هو هيبقى ملك القراصنة. لكن يا ترى هل فعلا هيقدر لوفي انه يهزم كاتاكوري ولا كاتاكوري هيكون ليه رأي تاني؟ وكمان هو ايه مصير جيمبي والباقيين بعد ما تمت محاصرتهم من كل مكان ومصير كل اعضاء طاقم قبعة القش داخل جزيرة الكعكة الكاملة؟ يا ترى هو ايه اللي هيحصل بالظبط؟ استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام.